ما فماش فرحة كيما فرحة الدار الجديدة مع مصرف الزيتونة. أحلامكم عنا أمانة. اكسب الدار اللي تتمناها بتمويل يوصل ل 80% من سوم الدار وترجع في راحتك على 20 سنة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. الحياة جملة من المواقف، والمواقف كيما فيها الباهي فيها زادة اللي يوجعنا ويكسرنا، أما في الحالتين نتعلموا منهم ويقدموا بينا ويبدلوا فينا حاجات باش نشوفوا الدنيا بغزرة أخرى أصفى وأوضح. وكل موقف نعيشوه يتعدى ويهز معاه الذباب اللي كان مدغدش الدنيا قدام عينينا باش توضح الصورة ونشوفوا الناس ونخيروا ونفرزوا زادة الناس الباهين من الناس اللي أقل بهوى. أنا جارتي يرحم والدين والداها، واحد آخر عنده أسطران، هي عنده أسطران واحد آخر، هما زوز يرحم والدين والداها. أنا مرأة عندي كشك بحث الكنار، طيحوا الكنار، هذيك أمور الدولة فما كعبات ولد حليق. أما أختي اللي مدلك اليوم يا عيارة، والله إذا أقولك المرة اللي فاتت وقت كان بنتي تقرس إزيان وتيدات ما عنديش، وليت لوش فين شخص معون بعاجة مش خالص، عيطت لي ومشات خاصت وتيدات بنتي أنجلي وفرنسي إزيان تصورين هذيك يبارك لها حتى في الماكلة في اللي تصوروا في بالك. يرحم والدين والديها المرأة هذيك. مواقف صعيبة تخلي العبد يقدم ما يخرج. والله الحمد لله أنا عمري كله لاباس والحمد لله، مادام عندي مرة طيبة في الدار سعيدة ربي فضل ربي فضلها ونحبها خير من كل واحد، ومن بعد هي من راحت ومن قلت نحب ما نقولش نمشي قبل تقولي لطف عليك مني يا وانت بنتي، ما قلت نحبها تو انا وياها 33 سنة كلمة أعوذ بالله ما جاش ما بيناتها. ويرحم الدين بابا وأمة وبابا وأمي هما اللي كانوا ياسر. أنا خذيت ثلاثة طلعوا لي كيكو برا، بابا خذها لي الله يرحمه ويرحم والديك، طلعت لي مرة طيبة وفما عشرة راهو مازال ونسات طيبة مازالت ولات لك. أما أنت يا خويا احترمها ومعاها الباي ومازال مش تعمل مثال قهوة تو أنا نشيش بوك ونعمل الكاسي قبل ما نعمل ذو أنا مازالت مرتي في الدار الشيش وكل شيء يجي من بعد. ممكن تو 20 سنة تالي اسمع أنا كنت عايش في زبيوت تو جات هي عاونتني عمل درس أمريكان ولاباس الحمد لله حقي هي زاد شوية معايا. أما أنا عشت على زبيوت وكوجينا وبيتبان تو الحمد لله، وعندي بنية ربي فضلها وولدي ربي فضله ومروان وقمر زي نعاون فيهم وربي ساترني عليهم والحمد لله. بياسي انا كان ما جاش راضين عليا والديا الحاجات صعيبه الكل راهي تزيد تصعب اكثر، اما مادام انا والديا راضين عليا حتى كي تجيني حاجه تجيني باللطف فهمت. وهذيك هي الدنيا هذه راه اسمعني يدي او يدي با يعني في كيما قدرة ربي راه تتحل. كان يعرف واحد كيفاه يصير علاش يقول لك واحد يمد يلزم يمد تقيه على قد اختاه، قد ما واحد يمد تقيه على قد اختاه قد ما المشاكل دي يعني تنقص ويلزم واحد يعيش على قد على قد يعني جرمه. بون انا الحاجه صعيبه اللي عشتها اللي كيما كنت نحكي لك قبيليك جاو الفلوس في يديا اما ما عرفتش كيفاه نسير بهم فهمت. كي استحقيت يعني عباد هذيك هي الدرس الوحيد فما الناس يعني تستحقهم وقت اللي انت قبل عمل عليهم زيها فهمت ما تلقاهمش وقت الشده. انا نلقى كان عائلتي بصراحه فما مش نكذب عليك ندور ما نلقى كان نلقاو كان احنا لبعضنا يعني انا العائله نلقى كان العائله فهمتني. بالنسبه للاصحاب واحد يولي يعمل يعني يعمل سيليكسيون تاع لي زامي نتاعو فهمت، خاطر فما برشا اصحابك اللي قعدوا معاك وجاوك وكلاو من ماكلتك وكل شيء وما راوش به كما نقولوا فيها. هذيك هي يعني الاكسبيريونس الوحيده اللي جاتني اللي انا تربيت منها الاصحاب.
لا مازال خير في الدنيا ولاباس، وان شاء الله تونس ديما لاباس، وان شاء الله ديما ولاد الحلال يا رب. عايشت حشاك خمسه يتامى، وزدت ربيت زوز يتامى ماهم صافي دياليس، كيما تراجلي معنا خلالي خمسه صغار. صعيبه 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 على الاخر. خرجت كنت شجاعه، كان مش شجاعه ما نقعدش لتو هكا، راني تو اكثر من 25 سنه راجلي ميت، اما ديما نسجع روحي ديما. اما ربيت خمسه صغار، راجلي كي مات خلالي صغيره بنت شهرين، وربيت وما زدت نعيش في زوز بنات نتاع بنتي راجلها ميت وهي تعمل دياليس، عندها زوز بنات. ياسر تبدل، ايه برشا تبدلت حاجات، مادام كي كان راجلي حي نوع، وكي قعدت وحدي اني والصغار نوع. ان شاء الله ربي يفضلهم وربي يخليهم، وان شاء الله ربي يجيب لهم مكتوبهم بنيات بنتي هذوك اللي تيمة، وتيحي بهم اولاد الحلال وبنات حلال يا رب. انا وليداتي كل اولاد امة محمد الكل. شدونا موفيتون في البحر برشا، ما بين موت وحياه واحد روح البر كان بالسيف، فهمت كيفاش؟ وانا مره شدني موفيتون كان مش الحرس لهنا يرحم والديهم، 50 عقده هبطت عليا في الليل، الدنيا ظلمه في الليله، كان مش الحرس راني مشيت على روحي، طحت امبان كلمت الحرس الحق خرجوا بالفيدات. هذيك ما نكذبش عليك عشت حاجه خايبه برشا، كان مش الحرس راني مشيت على روحي، مقتل البحر مقتل البحر اختي برشا. قال لا باس بك هو خير. قال شر الرحمه كما قال المعلم. شو الناس كل يبداو مع بعضهم، فهمت اختي؟ متسامحين وكو، هذيك هي الحكايه. صعيب الاولاد بعاد علي، فهمت كيفاش؟ هذيك هي حاجه صعيب علي. مش معايا الاولاد، معايا كان ولدي بركة صغير، فهمت؟ اولادي الاخرين اللي يسافر سافر يخدم، واللي كل واحد وين يخدم، فهمت كيفاش؟ واحد يخدم في الامن، كل واحد كيفاش؟ فهمت اختي؟ ماذا بينا راهو كل مع بعضنا. فهمت كل واحد على روحه كلهم بعاد، فهمت اختي؟ هذيك حاجه صعيبه صابت علي برشا، هذا بيا وليدي كلهم بعضهم، فهمت؟ بعض الناس كل، هذيك هي حاجه صعيبه علي. الدنيا مش سهله صحيح، اما ربي ديما يرحمنا ويحطنا في مواقف تخلينا اقوى وتنور لنا الطريق باش نجمو نعاودو نبداو بنفس جديد مع ناس احلى وقلوب اصفى، ونقولوا ميسالش ديما مازال الخير. ما فماش فرحة كيما فرحة الدار الجديدة مع مصرف الزيتونة، أحلامكم عنا أمانة. اكسب الدار اللي تتمناها بتمويل يوصل ل 80% من سوم الدار، وترجع في راحتك على 20 سنة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.